طب انا محتاجه، انا عايز البني نتائج الجسد، محتاجها دلوقتي. هي سابتني بقالها 8 اشهر، انا هتعفرت عايزها. اهلا بيكم، تعالوا نشوف النهارده قصه اوعاد. اوعاد هو اسم جديد، يعني اول مره اسمع عن واحده اسمها اوعاد. اوعاد 38 سنه، اوعاد ومحمد ووليد. اوعاد 38 سنه، محمد 39 سنه، وليد 34 سنة. ايه اللي بيربط الثلاثة مع بعضهم؟ على فكرة القضية دي حصلت بالضبط عشان بس اللي في مركز بدر محافظة البحيرة. ايه اللي حصل في مركز بدر محافظة البحيرة؟ وانا بشكر اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، لان اول ما جاله البلاغ اهتم بيه وفعلا اصدر امره بسرعة القبض على المتهمين. اوغاد، وده درس مهم جدا لكل بنت او لكل سيدة. 38 سنة، سن كبير مش سن صغير. اوغاد زي أي ست، زي أي امرأة، زي أي مخلوق خلق ربنا، ليه رغباته وليه شهواته. ونداء الجسد لما بينادي ما حدش يقدر ان هو غير انه يحاول يلبيه، لان ده نداء الجسد. يعني بالضبط بتبقى عاملة زي المدمن اللي يوم ما يتقطع عنه الجرعة بيبقى في حالة غير عادية، حالة هيجان إثارة أو يعني أوعاد. كانت لازم تلبي نداء الجسد، محتاجة راجل، محتاجة زوج، محتاجة واحد يكفيها، واحد يطفي نار الجنس عندها، محتاجة واحد يقول لها لبيك حبي انهلي ما تشاي حتى تشبعي. المنطق يقول عقل يقول كده. فلقت مين؟ لقت وليد شاب أصغر منها بأربع سنين، هي عندها 38 وهو 34، ولقت واحد بيحبها. أوعاد زي أي بنت بتخاف من ربنا، يعني قالت أنا مش هسلم نفسي إلا بالجواز. عايزني؟ صحيح أنا محتاج، صحيح أنا بشتهي، صحيح أنا محتاج راجل جدا، صحيح أنا مش قادر أعيش، لكن بالحلال أموت وتموت الحرة ولا تأكل بثدييها. قال لها يعني إيه قتل نتجوز؟ قال لها أتجوز إيه، أنا مش قادر أتجوزك. قال له حتى إن شاء الله نضرب براطين عرفي، المهم يبقى العلاقة بيني وبينك عند ربنا علاقة مشروعة، ربنا يعرف ويحاسبني إن أنا متجوزاك، لكن غير كده ما أعملش الغلط. وليد قال لها أنت كبرت في نظري، ماشي نكتب براطين عرفي. والجواز العرفي هو الجواز اللي احنا بنضحك بيه على بعضين. الجواز العرفي هو اللي احنا كمراهقين شباب زمان صغيره في الجامعه ولا في معهد ولا في دبلوم ولا في ان شاء الله حتى في ثانوي، عايزين نبرر اللي احنا بنعمله قدام ربنا وكاننا بنضحك على ربنا، بنقول له يا رب اهو جوزتك نفسي ومضينا واثنين من الشباب يشهدوا، وبنضحك على ربنا. احنا بنضحك على نفسنا، محدش يقدر يضحك على ربنا. ايه يعني نكتب ان هو في يوم كذا انا اوعاد وانا وليد، موافقه يا وعد ايوه، موافقه يا وليد ايوه، ونمضى اي اتنين وجود ده جواز، ده نصب. المهم هو عشان يريح ضميرهم وعشان يحسوا ان هم قدام ربنا ان احنا متجوزين، لانه دايما الواد يقول للبنت او البنت تقول له، هو كان زمان في مأذون الجواز معروف ان هو ايجاب وقبول، موافقه خلاص يشهد علينا ربنا. مأذون ده، المأذون ده بيلا احنا عملناه عشان حقوق الزوجه وحقوق مش عارف ايه وحقوق الاولاد، لكن احنا واثقين في بعض. فعلا كتب ورقتين وتجوز وعاشوا مع بعضهم، ويعني عاشوا مع بعضهم في حتة بالضبط عشان برضو مركز السادات محافظة المنوفية. ما عرفش البحيرة قريبة من المنوفية، يا ريت يعني عشان الكومنتات يعرفون. أنا ممكن ما رحتش البحيرة غير مرة واحدة بس أثناء فترة التجنيدي، لكن ما عرفش المنوفية ما نزلتهاش، هل البحيرة جنب المنوفية؟ المهم وعاشوا مع بعضهم فترة طويلة، وبعد كده جواز عرفي. يعني قالت له أنا زهقت، وهو قال لها وأنا برضو مليت. قالت له خلاص احنا لكن عرفنا نقطع الورقتين وخلاص على كده، وكل واحد يروح لحاله. ليه يا بنت الحلال؟ قالت له اصل انا جاي لي عريس وهيتجوزني رسمي، واهلي برضو كل شويه بيسالوني انت بتروحي تغيبي ليه وما بتغيبيش ليه، وانا صراحه عايزه بقى نفسي اتجوز في النور ونفسي واحد. قال لها مين اللي هيتجوزك؟ قالت له هيتجوزني واحد اسمه محمد، عنده 39 سنه اكبر مني بسنه. قال لها طب خلاص انا مش قادر، يعني اتمنى لك السعاده واحنا عشنا مع بعضينا وشبعنا من بعضينا، خلاص براحتك كأن الجواز مش موجود وخلاص اتكل على الله. فعلا اتجوزت محمد وعاشت مع محمد 8 شهور زواج رسمي قدام ناس ومأذون، والقرية كلها أو البلد كلها مركز بدر محافظة البحيرة احتفلوا بجواز وضرب نار ومية مية ومفيش مشاكل. احنا أحيانا لما يكون قدامنا أكل، يعني أنا دلوقتي هو أنا لغاية دلوقتي يمكن الساعة دلوقتي داخلة على الساعة 10، أنا لغاية دلوقتي لسه ما فطرتش، يعني أنا لغاية دلوقتي لسه ما فطرتش. هجهز أول ما أنزل أشتري أكل وأطبخ وبتاع، سيارات طويلة فبجيب أكل دليفري وأنا رايح. قدامي مثلا هجيب فراخ وهجيب رز وهجيب مكرونة.
هاكل اللي هاكله والباقي على الترابيزه. شبعت خلاص، شبعت. لو اي واحد خبط عليا وقال لي هات له في اكل هديهوله، مش كده؟ لكن لو انا تاني يوم بقى جحت هقول يا ريتني ما كنت سبت حته الفرخه وشويه المكرونه وشويه الرز، ما كانوا نفعوا دلوقتي، انا مكسل انزل، ما الاكل كان قدام. ده اللي حصل مع وليد والاسم الجميل اوعاد. وليد قال لك الله، طب انا محتاجه، انا عايز الاقي نتائج الجسد، محتاجها دلوقتي، هي سابتني بقالها 8 اشهر، انا هتعفرت عايزها. طب هي اتجوزت، واتجوزت رسمي وعندي مأذون واتنين والبلد كلها شاهدت، مركز بدر محافظه البحيره. قال لك لا، لازم اكون فيها نصيب فيها، انا ما اقدرش، انا يوم ما قلت لها يمشي كنت شبعان، دلوقتي انا جعان عايزها. اتصل بيها، يا وعاد تعال لي دلوقتي. قالت له انت مجنون، انا متجوزه ومتجوزه رسمي ومتجوزه من سيد الرجاله محمد. قال لها طب وانا؟ قلت له خلاص جواز عرفي وخلصناها. قال لها لا، انا الورقه معايا لغايه دلوقتي، انا اسجنك، انا اسجنك. قالت له يعني تسجنني؟ قال لها اسجنك طبعا، انا معايا الورق، انت كده جمعت بين زوجين، انت كده جمعت بين زوجين. طبعا اوعاد لفت الدنيا بيها، اخر حاجه كانت متوقعاها ان وليد يعمل معاها كده، يعني وليد انا عشت معاك سنين متجوزين عرفي وسبتك وانت سبتني، ايه اللي فكرك بيه بعد الفتره دي كلها؟ قال لها محتاجه، مشتهيك، وحشان، عايز ربنا يداي الجسد، تعاليل. قالت له بس انا شبعانه، جوز مكفين، نسيتيني؟ قالت له ما نسيتكش، بس انا بقيت زوج يا اختي مع راجل وعلى عصمه راجل، عرض وشرف ولازم احميه له. قال لها طب بسيط، ورقه الجواز العرفي بكره هتكون عند جوزك، ورقه الجواز العرفي هعمل بها محضر ان انت اتجوزت عليا. تعمل ايه الزوجه دلوقتي بقى؟ اوعاد لقت نفسها في موقف لا يحسد عليه، لا تحسد عليه فعلا، هي فعلا متجوزه عرفي وفي ورقه ماضيه عليها، لكن هي متجوزه رسمي دلوقتي. هي لما قالت لوليد خلاص يا وليد انا عايز اسيبك في عريس جاي لي، قالت له وطع الوطن. قال لها خلاص يا ستي بالسلام، ما كانتش تعرف ان هو بعد الشبع جوع، هو كان شبعان طول ما هي معاه، اول ما سابته وفتره طويله جاع للجنس، جاع للحب، جاع للحنان، جاع 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 زي اي حد ما بيجوع، عايز اوعاد، عايز يشبع، ما لهاش اوعاد، اتجنن اوعاد دلوقتي مش عارفه تعمل ايه. هي خايفه برضو ان هي تسلم لها، تسلمه نفسها، لانه كده هيبقى محتاج ان هو ياكل على طول، هي مش هتكفي اتنين، مش هتكفي محمد وتكفي وليد، عندها 38 سنه يعني لها قدرات برضو، وده واحد اصغر منها في السن وواحد اكبر منها في السن، هتكفي مين ولا مين؟ فكرت وعدت مفيش احسن من حل واحد، انا اقول لجوزي هو انا ما عملتش حاجه غلط، ده انا كنت متجوزه. راحت قالت لي شوف يا محمد انت واثق فيا ولا لا؟ قال لها ما كنتش اتجوزتك. قالت له انا قبليك كنت متجوزه واحد اسمه وليد عرفي. قال لها وبعدين؟ قالت له دلوقتي هو بيهددني، بيقول لي انا هبلغ الشرطه وهعمل فيكي بلاغ ان انت جمعت بين زوجين معاها ورقه الزواج العرفي. قال لها انت ما طلعتيش الورقه ليه؟ قالت له كنت واثقه فيه، قلت له خلاص. قال لي خلاص، هو يعتبر طلقني اول ما قال لي خلاص بيستلمه كده طلاق. قال لك انت لازم تقطع الورقه. قلت له مش وقت دلوقتي، احنا مش وقت نقطع الورقه ونطش الورقه، يقطع الورقه وسنين الورقه، احنا في الوقت دلوقتي اعمل ايه؟ قال لي انا بحبك وما اقدرش اضحي بيك. قالت له نعمل ايه؟ قال له هو عايز ايه؟ قالت له عايز ينام معايا. قال لها خلاص انت قولي له بدل ما اجي لك الشقه في المنوفيه في مركز بدر، في مركز اسمه ايه في المنوفيه، مركز السادات، في الشقه اللي هم كانوا متجوزين فيها. قال لا، قولي له يجي لك هنا في مركز بدر محافظه البحيره، قول له جوزي مسافر وخليه. قالت له تعمل ايه؟ قال لها مالكش دعوه، اللي هعمله مالكش دعوه بيه. قالت له ماشي خلاص، انا اهم حاجه ان انت عرفت ان انا بريئه، وعرفت ان انا عايز احافظ على شرفك، وعرفت ان انا عمري ما كنت هخونك، وعرفت ان انا دايما على طول بصونك، فبالتالي انا ما وافقتش، انا كنت ممكن اروح له من غير انت ما تعرف، لكن اخلاقي وربي وديني منعوني من كده. قال له ده اللي انا خلتني مؤيد بيك اكتر وبحبك اكتر ومرتبط بيك اكتر. فعلا جه وليد على اساس ان هو هيقضي ليله من اجمل الليالي وهيشبع فيها واحد محروم بقوله اكتر من 8 9 اشهر، فهيلبي نداء الجسد ويشبع جسده عليها. فعلا استقبلته بقميص النوم ومية مية، وانت وحشني يا وليد، ولا انت وحشنا اكتر يا وعاد. كانت هي في الوقت ده مجهزه له 3 اقراص مخدر في عصير البرتقال، شربه داخ راح جايه من وراه بحاجه اسمها ايه، شومه،
على دماغه، جت خبطه خبطتين اغمى عليه، طلع الزوج من اوضه النوم راح مكمل عليه هشم راسه نهائيا، ثم لفوه ببطانيه وخدوه في عربيه وراحوا مكان بلده اللي هي مركز السادات محافظه المنوفيه، وعند مصرف راحوا رموه وكانوا مجهزين 5 لتر بنزين، حتى بيقول بنزين 95 يعني ما هنش عليهم حتى بنزين 80، لا جابوا له بنزين من الغالي 95 وراحوا مولعين فيه. طبعا والد المتهم اللي هو وليد ابوه بلغ باختفاء ابنه، طبعا هم عايشين في مركز السادات محافظه المنوفيه، فبعدها بعد البلاغ لقوا في جثه، الناس بيقولوا في جثه موجوده عند مصرف بس متفحمه، راحوا من خلال دي ان ايه والتحليل اكتشفوا ان هي دي جثه وليد، بالتحريات وبتضييق الخناق واخر المشاهدات قالوا ان هو كان ماشي مع بنت من مركز بدر محافظه البحيره اسمها اوعاد، طبعا الاسم اول ما اقول اوعاد يعني اسمه قليل، مجرد ما نزلوا مركز بدر محافظه البحيره مركز بدر مين اللي اسمها اوعاد، وصلوا لاوعاد يعني بتضييق الخناق عليها اعترفت، قال لك ايوه حتى في اعترافات بيقول لك كان عايز ينام معايا او يفضحني وسط قرايبي واهلي وقريتي وجوزي، هي اوعاد قالت كان هو عايز يفضحني وسط قرايبي وقريتي وجوزي فكان لازم ان انا اتخلص منه. اخبرت زوجي بالحقيقه كامله وكان نهرها يتشاجر معاه ولكن رفضت، وعرضت على زوجي فكره استدراجه الى المنزل بحجه انه ينام معايا ثم نتخلص منه، دي في اعترافات. ايه الدروس المستفاده؟ هو انا حته الجواز العرفي ورقتين ونضرب ورقتين سواء كنا طلب الجامعه ولا ضربت دبلوم ولا ايا كان مؤهلي ونضرب ورقتين عرفي، ده مش اسمه جواز. لا تنكح، لا تنكح البنت او المراه الا بولي، الا بولي، لازم ولي ولازم الاشهار ولازم قدام يشهد طائفه من الناس، ده لازم، هو ده الزواج الرسمي. لكن ورقتين عرفي يعني هو الزواج اصلا في اصلا في الاشهار، لكن العرف ده صحيح في ناس بيقولوا انه زواج، يعني في ناس بيروح عند واحد محامي ويسجلوه بيبقى ظروف الزوج تمنعه ان هو يشهر زواجه علشان مراته وعشان خاطر اولاده او او او، فبيكون الجواز في في في, في نوع من, من بس على الاقل اهلها بيكونوا عارفين واهل الزوج بيكونوا عارفين، لكن الزوجه بس لما يكون هو متجوز عايز يبين هي اللي بتبقى عارفه. ده زواج انا شايفه لما يكون عند محامي ومسجل في الاوراق ماشي، لكن ورقتين يعني انا دلوقتي قاعد في المكتب وانا مش متزوج ولقيت واحدة عجبتني، أقول لها تعالي ورقتين، أنا حنفي السيد وأنت اسمك إيه؟ اسمك منى مثلا ولا اسمك شادية ولا اسمك دعاء ولا اسمك سمر؟ أنا عايز أتجوزك، أمضي ومضيت، ويجي واحد زميلي يمضي، وواحد زميلي تاني يمضي، واحد زميلها، هو ده زواج؟ هو ده الزواج اللي بنتكلم عليه؟ ده مش زواج، ده زنا، بس زنا برخصة. سمعنا عن الزنا برخصة؟ هو ده الزنا برخصة، ده مش جواز، ده زنا برخصة. ده هل هو ده قدام ربنا ده مش زنا؟ طيب. كل واحده ما بتتجوز عرفي تعرف ان انت ده مش جواز رسمي، ده مش جواز اصلا، ده زنا، انت بتحلليه لنفسك كاجابه وقبول، ربنا طبعا مش هندخل في حساب ربنا، ربنا هو اللي حاسب، الله اعلم بيه، يمكن اكون انا غلطان، بس انا ده ما دام في سريه ومحدش يعرفه لا اهلك ولا اهله، ده نوع اللي جواز اساسه الاشهار. صحيح انت ست كبيره واحنا بنقول لا تنكح المراه الا بولي او البنت لا بولي او خلافه، لكن السائب او اللي هي كده ممكن تتجوز نفسها، لكن مش هي دي مشكلتنا، انا مش جاي شايل نفسي او عامل نفسي ان انا عالم ازهري، لكن انا بتكلم بالعقل اللي احنا بنتكلم فيه والمتعارف عليه واللي اصلا الناس كلها بتتكلم فيه، ان الزواج اساسه الاشهار الاعلان قدام الناس، ما بنستخبيش حاجه، علاقتنا كلها مكشوفه. نيجي للزوج، انت دلوقتي مراتك جت قالت لك ان هي كانت متجوزه عرفي وانت عرفت خلاص، انت عارف هي كانت كل خوفها ان هي تصرح قدامك، قول لها خلاص يا ستي يعمل اللي يعمل انا عارف، ايوه بس كان هيبلغ عنها، كان هيبلغ عنها الشرطه، يا سيدي خلاص انت كنت رحت للشرطه يعني الزنا اصلا لا يقام الا بالزوج، ما ينفعش لا اب ولا اخ ولا اي حد يقدر يقيم دعوه زنا، وخاصه ان ما فيش زنا حصل ولا حاجه، هي كانت متجوزه عرفي قبل كده، كانت بتزني قبل كده، كانت تعرف شاب وبتنام معاها قبل كده، لكن دلوقتي هي مخلصه لك، كنت ممكن تروح تبلغ في الشاب وتحكي لهم الموضوع كله، لكن للاسف انك تروح تقتله انت وهي دي يعني انت عالجت مصيبه بمصيبه اكبر، هو بيبتز عشان عايز ينام معاها وانت خلصت عليه خالص. الغلط منها غلط مين بقى؟ الغلط غلط اوعاد، يعني المفروض اوعاد هي اللي تحاسب على المشاريب، هي اللي اتجوزت عرفي في الاول من غير علم اهلها، وبعدين اول ما جالها واحد اتقدم لاهلها يتجوزها رسمي قالت لي ده شكرا وهتجوزك انت. طيب ما قطعتش الورقتين ليه؟ ما قلتش لوليد هات الورقتين ليه؟ انتوا اتفقتوا في وقت الشبع، قالت له
هات الورق انا هعطيك الورق. كان شبعان نهريه ما كانش عايز، كنت قطعت الورق. كان يوم ما يتكلم عليك كلمه كنت تديله بالجاز ما حدش كان يصدقه، لكن هو معاه ورقه زلك بيها زلك بيها. بقول لاي بنت في الجامعه او في الدبلومه او متوسط ايا كان، اتجوزت عرفي خلاص مش هقدر امنعك، دي رغبتك، لكن يوم ما تحبي تسيبي اللي انت متجوزاه قطعي الورق. ده في بنات بيتجوزوا بيسيبوا الورق في، بتقول لجوزها ايه او الشاب انا واثقه فيك خلي الورقتين معاك، انا سبت لك جسم وجسد مش هسيب لك ورقه. ده انا ضحيت بكل حاجه، ضحيت بغشاء بكارت اللي هو شرف وشرف اهلي، مش هضحي بورقه اخليها معاك. بتخلي الورقتين في الولد بدل ما تشيل الورقه سلاح يوم ما ابوها يمسكها ولا يوم ما تحصل مصيبه تقول انا متجوزه بورقه رسمي. لا، بتدي حبيبها الورقه تبقى معاها، بتبقى متجوزه عرفي وسابه الورقتين في الشاب. هي لو كانت معاها ورقتها كانت قطعتها كانت خلصت. يا ريت نكون فهمنا الدرس. الشرف غالي، لكن احنا بنقول احنا متجوزين عرفي ماشي، ما تعطيش الورقتين ليه؟ كنت ممكن تروح تبلغ الشرطه وتشرح الموضوع، كان هيجيبوه وكان هيعترف ان هو طلقك بدل القتل. وليه مسكته بالجثه؟ صحيح انت خدت البطاقه وكسرتيها ورميتيها، لكن ما فيش حاجه اسمها ما حدش يعرف الجثه. شيء طبيعي في تحليل دي ان ايه، في شواهد، في ظواهر، في كاميرات بتصور، في مسير كانت هتقع. وقضايا الدم بالذات صعب لما فيها مجرم بيفلت من العقاب. انت صلحتي غلط بكارثه، لكن ده درس مستفاد عشان غيرك ما يوحش فيه، وده اللي انا بقدمه في ساعه مع حنفي. اشكركم.